بتقرصي؟ انت اللي بتقرصي. شيش بيش. مساء الخير يا ماما. اهلا نور يا حبيبي. رشدي اللي جابك دلوقتي يا حبيبي؟ الاولاد فيهم حاجه؟ لا لا تمام، كله بخير الحمد لله. الحمد لله يا حبيبي. مش تعرفيني على الهانم؟ دي نازك بنت. ونازك بقى جاي عايزه كام؟ عايزه كام؟ هو ايه اللي عايزه كام؟ ما انتوا ما شاء الله من ساعه ما عرفتوا الخبر وكله جاي عايز يهبش هبشه ويجري. ايه افتكرتوها دلوقتي بس؟ رشدي اخرس خالص، ما تتكلمش. لا مش هسكت يا ماما، كفايه بقى، كفايه شغل النصابين ده، احنا مش هنخلص كده. جرى ايه يا ابله؟ انت كنت بتطبخوا وهم بيتربوا ولا ايه؟ بلا خيبه، الوانا اللي سايبه حالي ومحتالي، وقلت عيله واتونس بيكوا. تعالي نازك. ومش السلام عليكم. ما تزعليش يا نازك. خلاص يا ماما كفايه. ما تقومي وراها، مالك قاعده زي الكبه كده ليه؟ قومي. ماشي. ولا تقومي ولا تروحي، كفايه بقى، كفايه النصابين دول كفايه. يا نون، عارف تشرب الشاي لوحدك ليه؟ ما هفضل اشربه كده لاخر عمري. يبقى قفشه محظوظه. استني هيخاطب لسانها. رشدي طرد الولايه، انا مالي تطلع غلها فيا؟ وكمان الموضوع في ولايه؟ مالكش دعوه انت بالكلام ده، انا هقوم احضر لك العشاء. لا 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 اقعد، انا واكل في الشغل وزي الفل. يعني ايه؟ يعني انا اقف واتعب روحي واقف اطبخ لك وانت في الاخر تاكل في الشغل؟ انا كنت ميت من الجوع اصلي، معلش. بعدين انا مش عايزك بقى تقعدي تتعبي نفسك وتعملي لي اكل وبتاع، انا بقيتش صغير، انا بتصرف يا ماما. قصدك ان انا خلاص ما بقاش ليا لازم؟ انت كبرت وبقيت بتعرف تتصرف روحك. معلش اتركني انا على جنب. انا ما قلتش كده، انت بتدوري على حاجه تقفشي بيها عليا. معلش يا ابني، الوحده تعمل في الواحد اكتر من كده. ايوه الوحده والافوره الاثنين يعملوا كده. وحده يا ماما انت بتهزري يا ماما، ما كلنا حواليك يا حبيبتي، بعدين انت تقريبا عايشه مع زوزو. ولا عمر لساني هيخاطب لسانها. محمد جاي كمان شوية وعايزكم كلكم. وانزلي يا نادية، جايلك استدعاء مباشر. مش نازلة. يلا يلا عشان خاطر يا كريم بقى، مش كل مرة. يلا يا ماما. أيوة. عشان خاطر يا ماما، معلش ما تتكلميش معاها خالص، أكنها مش موجودة. هي كل مرة تطلع غلبها فيا. معلش معلش يا حبيبي، خلاص خلاص بقى ونقل. هي فاكراني عيلة صغيرة قدامها. يا ماما ده انتوا الاتنين في تانية إعدادي ونصحب. يلا ماما يلا حبيبتي يلا، ما تتكلميش ما تتكلميش. طيب يا جماعة، أنا طلبت أقابلكم النهاردة علشان نعمل أبديت سريع للمعلومات اللي توصلنا ليها لغاية دلوقتي. مع الأسف مدام زينب زوزو هانم من فضلك. زوزو هانم ما لقتش شهادة القيد العائلي الخاصة بوالدها لغاية دلوقتي. إيه؟ الحواشي كبس على نفسها. تنشف كده في إيه؟ بلس كل المعلومات اللي إحنا توصلنا ليها لغاية دلوقتي من كل الأشخاص اللي عندهم مستندات ما جابتش أي نتيجة حتى الآن، لكن الخبر الحلو إنها توصلت لاسم سيدة لها علاقة كبيرة بالقضية من فرع العائلة في بلد، يعني أنا مش متذكر اسمها دلوقتي، لكن السيدة دي عندها عقد زواج وشهادة ميلاد في قائمة المستندات المهمة المطلوبة جداً في القضية بتاعتها. ما تقول لنا اسمها ايه علشان يمكن نكون عارفينه. ثانية واحدة. السيدة نحمده عبد العال جمعة. مين؟ الشهيرة بنازك. نازك؟